يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة فصول. في ثلاث مفاتيح للراحة، هي ساعد، تبرع، سامح. هذيل الأشياء لو خذيناهم قاعدة في حياتنا وطبقناهم كل يوم بشكل بسيط، راح تكون الراحة يعني لصيقة فينا. تابع حلقتنا اليوم عشان نعرف ما هي مفاتيح الراحة وشلون نقدر نفعلها في حياتنا بشكل يومي. الراحة شيء كلنا نطمح له وكلنا نبي. كل الناس يبون يحسون بالراحة في يومهم وفي حياتهم. مهما كانت حياتنا صعبة، نبي نحس بشوية راحة خلال اليوم، خلال الحياة، خلال الأسبوع. في مفاتيح صغيرة وبسيطة تسبب لنا الشعور بالراحة. أحياناً الناس تفكر إن الراحة تيهم من أشياء صعبة وكبيرة ومستحيلة، إلا إذا أنا صرت مديرة ما أدري شنو رح أحس بالراحة، إلا إذا أنا صار لي هذا الشيء رح أحس بالراحة. يصعبون على نفسهم. ليش؟ لأن عندهم نوع من أنواع التدمير الذاتي. أي شيء نسويه صعب ونخليه بعيد عنا هو نوع من أنواع التدمير الذاتي. إذا الإنسان عنده حلم ويقول إن هذا بعيد عني، هو قاعد يدمر ذاته. إذا هو قال كل شيء ممكن وكل شيء معقول وراح يصير، طبعا راح يصير. فالراحة تقدر تلاقيها في أبسط الأشياء وتقدر تلاحظها في أبسط الأشياء. مو لازم نعقد الحياة، الحياة وايد بسيطة، الحياة أبسط من ما احنا نتخيل. لكن احنا مع زحمة الحياة وضغوطات الحياة نبعد فكرة الراحة، نبعد فكرة البساطة، نبعد فكرة انه ممكن اشياء صغيرة تجيب لنا الراحة والسعادة. الاشياء اللي تجيب لنا الراحة والسعادة وهي اعتبرها انا مفاتيح، هي التبرع والتسامح والعطاء. الإنسان لمن يبتدي يومه ويقول أنا مسامح الجميع، أنا مسامح من آذاني، أنا مسامح من تسلط علي، أنا مسامح من ظلمني، أنا قررت اليوم أسوي يوم التسامح. كل ما الإنسان حط في قلبه القهر والظلم والخذلان وحس بالتعب، ما رح يشعر بالراحة. وكل ما الإنسان برمج نفسه وساعد نفسه على أنه هو يحس بالتسامح تجاه الآخرين مهما خذلوه ومهما ظلموه، وقال أني أنا أنوي أني أنا أسامحهم، هو رح يرتاح. القهر اللي أنت شايله بقلبك تجاه شخص ظلمك ما رح يوديك ولا رح يوصلك حق ولا نتيجة. لازم نسامح ونتعلم نسامح ونحط نية التسامح كل يوم. نحط نية التسامح كل يوم من ضمن نوايانا الصباحية قبل لا نبتدي يومنا. أول ما تقوم من النوم تقول اليوم أنوي أسامح كل اللي ظلمني، كل اللي أذاني، كل اللي خوفني، كل اللي سرقني، كل اللي خذلني، وأنا أشيل إيدي وأحط إيد رب العالمين. الله سبحانه وتعالى رح ياخذ بحقي. لكن هالألم وهالمشاعر اللي تعور المعدة وتقمة القلب وتسوي صداع نصفي، أنا ما بيها، أنا بتخلص منها. فالتسامح جزء كبير من الراحة. الجزء الثاني العطاء. العطاء، وأنا لما أتكلم عن العطاء هو مو بس عطاء مادي، عطاء في كل شيء. عطاء فكري، يمكن أحد يحتاج منك نصيحة وانت قاعد تعطيه هذا العطاء. يمكن أحد يحتاج ان انت تبرع له ببعض الملابس اللي عندك وانت ما تلبسهم. يمكن انسان يحتاج منك فعليا مبلغ مادي ومبلغ صغير وانت تقدر عليه. العطاء
والتبرع يساعدك إن أنت تجدد طاقتك. العطاء والتبرع في أجر كبير لك. الله سبحانه وتعالى رح يفتح لك أشياء جديدة وحلوة كل ما تعطي. تعطي فكريا، تعطي مشاعريا. ساعات حضن إيه ولدك ولا بنتك ولا ولد أخوك تحسه تعبان متضايق وتعطيه حضن، هذا عطاء. تعطي كلمة حلوة، هذا عطاء. تعطي ابتسامة، هذا عطاء. ففي عطاء مشاعري حلو، في كلمة طيبة حلوة نقولها، في عطاء مادي نساعد ناس على قد ما نقدر، ملابس، جهاز مثلاً كمبيوتر قديم ما تحتاجه، موبايل قديم ما تحتاجه، هو يحتاجه وما عنده المبلغ، أشياء بسيطة لمن تعطيها راح تشوف عائد كبير. فهذا هو المفتاح الثاني. المفتاح الثالث علاقتك وحبك لرب العالمين ويقينك أن الله سبحانه وتعالى دايماً 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 حافظك وحاميك. هذه العلاقة لمن أنت تبتدي تقول أنا عندي هذا الحب وعندي هذا العطاء وعندي هذا التسامح رح ييلك شعور بالراحة، لما تحس أن الله سبحانه وتعالى لو كل الناس تخلوا عنك أهو موجود، أهو رح يحميك، أهو رح يدبر أمورك، أهو رح يقضي كل حاجاتك. الله سبحانه وتعالى رح يسخر لك ملائكة السماء وجند الأرض وانت ما تدري. هذا بس الشعور رح يعطيك راحة عمرك ما فكرت فيها. أراجع معاكم مفاتيح الراحة: حبك لربك ويقينك أن الله سبحانه وتعالى دائما حافظك ودائما يلطف فيك لطف ظاهر ولطف خفي، والله سبحانه دائما متولي أمورك. هذا شيء جميل رح يحسسك بالراحة، لأن لما الإنسان يقول أنا عندي ظهر، لما الإنسان يقول أنا عندي أحد يساعدني، أول فكرة مفروض يعني تخطر على باله أن أنا أول شيء ظهري رب العالمين. أنا دائما أقول ظهري رب العالمين، وعندي يقين أن الله سبحانه وتعالى دائما رح يحفظني ودائما رح يسخر لي ودائما رح يدبر أموري. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور. هذا بس يعطيني راحة وطمأنينة أن الله ما رح ينساني. اثنين، الراحة قلنا في التسامح. أنا رح أسامح على قد ما أقدر. أنا ما أقول يعني أن خلاص أنتوا تسامحون معناته تعطون فرصة جديدة حق الأشخاص يضرونكم، لا. أنا قصدي التسامح بمعنى أني أنا ما أشيل مشاعر الضغينة والكره والحقد للآخرين، لأن هذه ما تاكلهم ولا تدمرهم، تاكلك أنت وتدمرك أنت، فأبيك التخلص منهم. بعدين قلنا العطاء والتبرع. أعطي وتبرع مشاعرياً بالحب، فكرياً بالنصيحة، وأعطي كمان مادياً وأساعد الناس. إذا حطينا هالثلاث مفاتيح بين عيننا وخذيناها قاعدة يومية في حياتنا، صدقوني حياتكم راح تتغير 180 درجة إلى الأفضل. حياتكم راح تصير حياة مريحة، أوعدكم إن حياتكم راح تصير حياة مريحة. حاولوا تحطون هالثلاث مفاتيح للراحة في حياتكم، حاولوا تطبقونهم ثلاثتهم كل يوم، وإذا ما قدرتوا على القليلة واحد منهم. الحين حر وصيف والناس تلاقي العطاشة بالشارع إيش كثرهم، حط معاك ماي وعطي إنسان بطل ماي بارد وهو واقف ينطر الباص بعز الحر، وراح تشوف الله سبحانه وتعالى هالعطاء الصغير اللي ما كلفك ولا شيء، حتى مو 50 فلس، الله عوضك عنه بأشياء وسخر لك أشياء أنت ما حسبت لها حساب. ثلاث مفاتيح الراحة عندكم، طبقوهم في حياتكم وحسوا بالراحة. وفي نهاية حلقتنا الكرت التحفيزي يقول لنا: عملي يتطور. وحاطين واحد قاعد يركب كذي لفوق وقاعد يتطور وعنده قفزات. هناك علامات تشير إلى تطور عملك تحتاج اليوم أن تحسها وتتذكرها. اكتب على ورقة وقلم كل الإشارات التي تدل على تطور عملك.
وعش هذا الشعور. كلنا لازم نقيس تطور عملنا وشلون عملنا قاعد يتطور إلى الأفضل. ساعات مع سرعة الحياة ما عندنا وقت نقيس تطور أعمالنا. اليوم حاول تلاحظ عملك من قبل 6 شهور إلى الآن شلون تطور، واكتب هذه الأشياء وعطي نفسك مكافأة على هذا التطور.